حالات الكورونا حول العالم كسرت حاجز 3 ملايين حالة. أما أرقامنا اليوم في مصر فأرقامنا هي الأعلى منذ دخول الكورونا، منذ اكتشاف أول حالة كورونا في 14 فبراير. النهاردة عندنا 248 حالة جديدة ترفع عدد الإصابات إلى 4782 حالة، و20 حالة وفاة هي الأعلى أيضاً في أرقام الوفيات، لترفع الإجمالي إلى 337 حالة وفاة. وخرج أيضاً النهاردة 60 حالة من مستشفيات العزل لترفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1236. الأعداد بتزيد لكن ما زلنا في نفس نسبة الارتفاع اللي هي تقريباً 5.5%، نفس معدل الوفيات اللي بيدور حول 7%. غالباً المتغير الأساسي هنا أنه الواضح أنه يجري الآن مزيد من الترصد والكشف، وده أمر الحقيقة جيد لأنه كلما اكتشفنا مبكراً المرض كلما استطعنا أن نعالجه، كلما أن الناس ما جاتلناش متأخرة. لو استمرينا بنفس هذا المعدل من الارتفاع نصل لحوالي 30 ألف حالة في نهاية مايو تقريباً.